السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على جزء صغير خالص اللي هو temporary view properties. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا حاطط بعض الاعدادات، فانا عايز اجرب ان انا اغير حاجة، ودي حاجة مؤقتة مش عايز اغير على طول. يعني لو دوست مثلا VV ودخلت غيرت حاجة هنا، تمام، فبعد كده لازم ادوس كنترول زد او ارجع او انا عايز اجرب حاجة مؤقتة، او عايز ادي view template للفيو اللي انا فيه مؤقتا، يعني عايز اتراجع عن الحاجة اللي انا هعملها. فاجي هنا بقول له temporary view properties، تمام، واقول له enable temporary view properties. ساعتها تقدر تعدل براحتك، ودي حاجه مؤقته هتتلغي على طول. يعني مثلا لغيت انا كل حاجه موجوده في البلاد، اهو كل حاجه 3D، يعني السكشن ما تلغاش لان ده 2D، الجريد ما تلغاش، الليفيشن، الحاجات دي لما تنزل الموقع ما بتشوفهاش. طيب بعد كده شفت الحاجه اللي انا عايزها، او لغيت مثلا الكهروميكانيكال، لغيت المعماري، لغيت الانشائي، حسب الحاجه اللي انت عايزها. بعد كده تقدر تيجي هنا وتقول له ريستور او تشيل عامل الصح من هنا، تمام، خلاص هترجع كل حاجة زي ما كانت. طيب انا عايز اجرب فيو تمبليت مؤقت كده، فممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز تمبوري ابل اي تمبليت، واخترت مثلا دوت، اوكي، هو دوت موافق عليه، خلاص تقدر تروح وتختار الفيو تمبليت اللي انت عايزه، او تقول له ريستور فيبدأ يرجعك للإعدادات الأولية أو اللي كانت في الأول خالص.